السلام عليكم عشاق الجمال والإبداع والإتقان. كنت حدا أي رسام بعدا رسم لي هاد اللوحة، تبارك الله، واحد الطابلو كيفاش داير، واو ما شاء الله. الله اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا من غير كد، واستجب دعاءنا من غير رد. تبارك الله، كنت واجدو في 47 كتار تيتري، 40 كتار 7 دايز فيها الواد، 40 كتار فيها تقريبا جوج فيلات. ما عندكش الفيزافي هذيك تسمى، ما عندكش الفيزافي فوالا. الفيلا الثانية هي هادي ان شاء الله، بقاو معنا غنمشيو نشوفوها فريمون. يعجز لساني عن وصف هذا الإتقان وهذا الجمال. بقوا معايا، نتمنى إن شاء الله ما تندموش. الفيلا تقريبا في البرومي إيطاج عندنا دو سويت بارونتال، فوالا دوزيام سويت حتى هو. شوف لافي كيفاش دايره، الناس اللي كتقلب على الراحة النفسية. نهبطو نشوفو المطبخ والمسبح. فوالا بون، المطبخ هو هذا كما كتشوفو. يعني مادام كطيبي الطاجين ديالك كما كتشوفي، هاد ديك الاطلاله الرائعه. نوريكم المسبح حتى هو. بسم الله فوالا. يا سلام يا سلام يا سلام، سبحان الله. واعرة فريمون واعرة. اجيو معايا نوريكم حتى الفيلا الثانية. بون، هادي هي الفيلا الثانية كما كتشوفو، عندها لو شارم ديال الليل واعر بزاف، حتى هي غتجي بحال الاولى. هنا غيكون مسبح، يعني اللي غيشري غياخد هادشي بعدا انفيني كامل بحال ديما. جيب غير ساكك وتفضل مولاي. شوف لي الاتقان، الله يعطيك الصحة بعدا مول الفيلا على الطوق الرفيع. لا عجبني بزاف سبحان الله هو الطابلو. يا سلام، فيها 3 سويت بارونتال بالدريسينغ لا كليم. شوف التراس كيفاش داير، تخيل معايا المسبح ملي غيكمل كيفاش غتكون. واو، فيرما كاينه في العريجات، عندك الواد وعندك وحده جوج والفيلا الثالثه، يعني عندك ثلاث الفيلات جوج يعني طالعين كاملين، والثالثه جات في منطقة جد استراتيجية، يعني جات فوق الجبل. فوالا هي هاديك، يعني اللي بغا يشري هاد الفيرما فتقدر ديرها بايزون دوت على حساب انت واشنو باغي.
مي صراحة أغرمت بهذا الجمال. هذا مكان مشيو ناكلو الطاجين ديالنا. أي استفسار 0000888344 أعانكم الله وأحبكم في الله، الله يعاونكم.